نبدا على السريع نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء شنو الكروماتوغرافي؟ الكروماتوغرافي هي سيبريشن اوف انالايز. زمان كانت باي كلر، اول ما بلشوا كانوا يفصلوا المركبات اعتمادا على مين؟ تغير اللون، صح؟ فكان يستعملوا التي ال سي ثين لاير كروماتوغرافي، او كان يستعملوا البريب كولوم، الكرومات البريبراتيف اللي هو الكروم الكبير معبى سيليكا، صح؟ اوكي. ويصير عندك سيبريشن اعتمادا على مين؟ على البولاريتي. اوكي، هذا وان اوف ذا تكنيك من مين تبعت اللي هم الكروماتوغرافي. الكروماتوغرافي كم نوع؟ خمسه: سوربشن، ديسوربشن، سايز اكسكلوجن، وعندك اللي هو الايرو كروماتوغرافي، تمام، وفي عندك السيبريشن باي تشارج، وظلت الرابعه والله نسيت افينيتي، تمام ماشي. احنا كل شو قلنا على موضوع مين؟ سوربشن ديسوربشن على البولاريتي، كويس. الفرق دائما او الفصل يعتمد على مين؟ على موضوع الفرق في البولاريتي. انت هتبدا بسولفنت، تمام، بولر او سولفنت نون بولر عشان تفصل مركباتك، ماشي. فبدايه كروماتوغرافي هي كلمه لاتينيه مفهوم كروماوغرافي، صح؟ رايتنج باي لتر، رايتنج باي كلر، تمام. هذه اول نقطه. الكروماتوغرافي بيهمني فيها شغلتين مهمه جدا، انه في عندنا شيء اسمه موبايل فيز، وفي عندنا شيء اسمه ستيشنري فيز. شنو موبايل فيز؟ شنو موبايل فيز؟ انسي لي بالعربي. موبايل فيز اللي هو السولفنت اللي بدنا نمشي فيه الانالايت، شايفينه، تمام، اللي هو حيكون دائما وابدا اما ميثانول او اسيت نيترايل او مي. احنا حيكون عندنا دائما نوعين من مين؟ من الايش؟ من المود اوف اناليسيس. في شيء اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، نورمال فيز، وفي ريفرس فيز. الريفرس فيز انه انت في عندك، هذا هو الكولوم تبع الاتش بي ال سي، تمام، هذا واحد من الانواع، ماشي. هذا هو الاستيشنري فيز، هذا هو الموبايل فيز. الكولوم في منه 5 سم طول، في 10 سم، في 15، في 25، في 30، مفهوم؟ اوكي. يعتمد الابلكيشن على نوع الكولوم، انه انا شو بدي الابلكيشن بحدد الكولوم بدي اياه سي 8 ولا سي 2 وات ايفر. هاي كل اشياء حاعطيكم بي دي اف، تمام، تذكريني ابعث لك على الواتساب بي دي اف ترويدي للجميع. ادرس كل شيء اسمه كروماتوغرافي، كل شيء اسمه ميثود فاليديشن، كل شيء اسمه كيف تحضر السامبل، ولما تعمل انترفيو بتروح بتلاقي حالك امورك شبه جاهزه. اوكي شباب، فبرجع في عندنا نورمال فيز وريفرس فيز. هلا دائما اذا الاشياء نفس البولاريتي بنفع؟ لا. ليش؟ لانه 100% الستيشنري فيز راح يذوب، راح يخرب الكولوم، فلهيك احنا بنشتغل ريفرس فيز. السولفنت بيكون بولر، والستيشنري فيز شو بيكون؟ نون بولر. عمركم شفتوا السيليكا اللي جوا الكولوم؟ طيب خليكي محلك. هذا اللي هو الكولوم اللي هو تبع السيليكا اللي كانوا يفصلوا عليه قديما، احنا ما زلنا نستعمله في حال شيء اسمه فلاش، فلاش كروماتوغرافي، تمام؟ شايفينه كيف؟ بتعبي العينه، بتكون السيليكا مدكوكه، اوكي؟ وبصير في عندك باي جرافيتي. هذا زمان ايش؟ تكنيك العادي. هلا شغلنا كله ايش؟ في شيء اسمه اتش بي ال سي. اتش بي ال سي يعني هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوغرافي. في عندك كمان التكنيك الاحدث يو بي ال سي. شنو يو بي ال سي؟ الترا بيرفورمانس ليكويد كروماتوغرافي. الان الهاي والالترا شو الفرق بينهم؟ بس اول شو الفرق بين اللي هو ال اتش بي ال سي واليو بي ال سي؟ عشان تكون عارف التكنيك ليش سهل. قديما صار اسمه اتش بي ال سي، قديما هسه الحديث يو بي ال سي، تمام. فانت لازم تكون عارف هاي التكنيك، شوي الاشياء ضروري جدا. يوتيوب نصيحه احضر. الاتش بي ال سي واليو بي ال سي هسه اشرح لك الفرق بينهم كمان شوي، بس خلينا على الاتش بي ال سي في البدايه. الاتش بي ال سي زي ما حكينا هو عباره عن جهاز يستعمل لفصل مركبات الاورجانيك، تمام. الفولاتايل ولا النون فولاتايل؟ فولاتايل. هون احنا بنحط حجر كبير. شو الفرق بين الجي سي والاتش بي ال سي؟ ركز معي شباب، احنا في عندنا مركبات الاورجانيك نوعين، فولاتايل نون فولاتايل. اذا كان المركب فولاتايل يمكن استخدامه وين؟ الاتش بي ال سي. لكن لما يكون لو مولر ماس يكون بالعاده فولاتايل، زي فينوليك كومباوند، فينيليك اسيد، الى اخره، هذول كلهم فولاتايل. فانيلا ريحتها قوي، ممكن تطلعها اتش بي ال سي، بس يفضل جي سي، شوية حرارة بتطير هناك اجهزة الجي سي، تمام؟ اوكي؟ فالاتش بي ال سي يستعمل فور هاي مولر ماس، يعني بالعادة 250 وطالع، اوكي؟ نون فولاتايل كومباوند، نون فولاتايل كومباوند. واهم نقطة بنحكي بيور كيمستري الان قبل الجهاز. حتى نشتغل اتش بي ال سي لازم يكون مركب يو في اكتف، صح؟ شو يعني يو في اكتف؟ يعني بيقدر على الاشعة. اول نقطة اليو في من كم لكم رينجها؟ 42. بتحاول تذكر الدراسه ما زمان كورونا، الحمد لله رب العالمين.
200 ل 400 يو في تروح تقابل عشان 200 ل 400 يو في بتروح دارك بلك روح شو هذا شو جاي هذا بمسح 200 ل 400 يو في 400 ل 700 يعني هسه انسي في كتب من 352 ل 370 هاي كذا 200 ل 400 يو في 400 ل 700 فيزبل مفهوم اليو في دائما اوكي لازم يكون ايش مشم ملون المركب اذا ملون بنروح على منطقه الفيزبل صح ولا لا اوكي لما تكون العينه زي هيك ملونه تمام شو بنعمل بنحاول هل بنقدر نشوفها في السبكتروفوتوميتر بمنطقه الفيزبل 400 ل 700 ماشي واذا كان كلرلس ماشي اذا كان الاشي كلرلس شو بنستعمل له اليو في ماشي اوكي تمام يا اخوان فالان اذا اول شيء قبل ما ابلش بالاتش بي ال سي لازم اكون عارف مواصفات الكومباوند تبع من ناحيه الكيمستري هل هو بولر هل هو اسيديك هل هو بيسك هل هو نيوترال فيه كروموفور فيه اوكسوكروم تمام كل هاي الاشياء لازم اعرفها فول كونجيجيتد سيستم ما في كروموفور ليش لانه كل هذا الشيء بدي لك اي ديتكتور تروح تستعمل انا قاعد بشرح لك ميثود ديفلوبمنت في اي مختبر في عندنا ثلاثه بروسيس شو هم شباب في عندنا اللي هم اللهم صل على سيدنا محمد ميثود ديفلوبمنت ميثود فاليديشن روتين اناليسيس لما تبلش تشتغل عندي دواء عندي دواء يخفي عندي دواء لازاله الشعر الزايد اوكي اسمه اي فلورانتي صار لي شهر ونص بحاول اطلع البيك تبعته على الجهاز دخت ليش لانه زفيدر ايون شنو زفيدر ايون بالضبط هو امينو اسيد عم يعني شويه موديفيكيشن حطي عليه داي فلورو ماشي بس زنك يعني ما في بنزين ما في اروماتيك فانت قاعد تشتغل باليوفي باليوفي تحت الواطي اوكي تمام ما حتطلع بيك شار كويس فهذا أول نقطة قبل ما أبلش بكون قارئ نصيحة أنت أزا كيمستري تفضلك المصاب بالمصانع لأن أنت مفروض عندك باك جراوند كيمستري لما بتيجي تشتغل تمسك المركب تطلع آه والله هذا فور كونجيجيتد أروح فلوريسنس بعد في يو في وفي كذا إلى في الآن ممكن أشوفه على اليو في صح ولا لا تمام فهي الأشياء ضروري نصيحة الموضوع مش ارتجالي السوفت وير بجيب مصري بعلمه عليه من الشارع بالأخير بيحفظ والله رحنا على مصنع اللي بيشتغل على جهاز جي سي ام اس اسمه حالي بس مش فاهم حافظ بس انه الجهاز بيشتغل بيحقن وما هو المعادلة بيحسب عليها بس كيف صار عارف شو بقول لك شو بدي بالتكنيك انا بيهمني اطلع ريزلت بالاخير ونفس الشيء لما امسك كيماوية قاعدين بيحلوا محل ما انا كيمست وبعرف يا اخوان انتوا احرار هسه القسم عندكم قاعد بيفضى عم تلغى قاعد يلغوا المواد يعني مادة الانسترو قاعد بتروح بضلش دكاترة تروح كلها للهندسة الكيماوية بكرة الانسترو بيحلوا محلكم بالمصانع حرام حرام الله لا يردكم بعد هيك احرام فوق قطعة الرزق رزق ما دخلني برجع ليش بحبص ازود ماشي فبرجع بقول اذا نرجع لمين للاتش بي ال سي هسه الاتش بي ال سي كجهاز اذا يعتمد عملية السيبريشن على معظم التكنيك كل فكرتنا الكرم هو اللي بيحدد التكنيك تبع الكروماتوغرافي الكرم هو اللي بيحدد التكنيك تبع الكروماتوغرافي ايون كروماتوغرافي ولا سوربشن ديسوربشن ولا اللي هو تشارج سيبريشن ولا ايون الى اخره تمام فبدايه نرجع لمين نفهم مركبنا عادي مركب بالبولر اوكي بنستعمل الموبايل فيس الموبايل فيس دائما في عندنا مثلث معروف في الريفرس فيس منهم من ميثانول اسيت نايترايت ووتر ممنوع تستعمل غيره ممكن نستعمل شوي الى حد 10% ايزوبروبانول ممكن نستعمل لحد 10% داي ايثيل ايثر مع الايش مع النورمال فيز بس ما بكثر لانه بخرب لي الكولوم مفهوم لانه ممكن ارجع بشتغل على كريم والكريم فيه دائما مواد دائما كثير نون بولر مشان يصير ادهيسيف للكريم على الايد يمتص بس هاي المواد اذا فرت على الكولوم بتسبب بدك شيء هاي نون بولر يسحبها معه وتطلع برا اوكي فممكن نستعمل ايزوبروبانول ممكن نستعمل دايثيل ايثر ممكن نستعمل كمان واحده بعطيها على التنزيل انت شغله بدنا تي اتش تي اتش في الشغل تي اتش اف شو تي اتش اف تي اتش اف شو تي اتش اف كم واحد اخذ اورجانيك فايدو ايش هو اها هاي قد زبطت الامور ترى هيدروفيورين ترى هيدروفيورين كيف شكله حلقه خماسيه فيها بس اكسجين صح من اي عيله الكان الكين الكاين الله لا يعطيك العافيه شو ايه طب ليش ما حطيت خياراتي حره ايه
حرام سينوراما مش عارفين حرام جرس غض البصر حرام اوكي برجع اذا هي الاشياء ضروري بعطيك انا معلومات انت لازم تكون عارفها. نرجع لمين الاتش بي ال سي شباب هنا في عندنا موبايل فيس. الموبايل فيس كمان تنتبه للشغله مهمه جدا. في عندنا نوعين في شيء اسمه ايزوكراتيك وفي عندنا شيء اسمه نورمال فيس. شو يعني ايزوكراتيك شو نورمال فيس حكيناهم صح. لان ايضا كموبايل فيس بدك تنتبه ممكن نشتغل اللي هم ايزوكراتيك او جريديانت. انا ايزوكراتيك او جريديانت قبل شوي حكينا نورمال فيس او ريفيرس فيس. نورمال فيس يكون هذا نون بولر وهذا بولر بعيد. الريفيرس فيس الموبايل فيس هو البولر والكولوم نون بولر. النورمال فيس هذا بولر وهذا نون بولر وهذا البولر ايوه الريفيرس معكوسين. كل شغلنا في المختبرات على الريفيرس مفهوم. ما في نورمال نادر جدا ما نستعمل. حتى النورمال بدك جهاز خاص فيه. ليش؟ مشان ما تذوب كل السيلز والبيستونز والبلاستيك اللي جوا. لو تستعمل نون بولر سولفنت بلاستيك مع بلاستيك دمرت الاورجن مفهوم. فهذا بيكون دائما بولر كله جوا بلاستيك فما بيعرف مش حيصير شيء صح ولا تفلن ومش تفلن بلاستيك. فاذا شغلنا كله ريفيرس فيز. هلا المود اوف سيبريشن في عندنا تو مودز اوف سيبريشن. اما نشتغل ايزوكراتيك او جريديانت. شو الفرق بين ايزوكراتيك وجريديانت؟ ايزوكراتيك اذا عندك انت مركب مركبين ثلاث مركبات وقادر تفصلهم بسهوله. واحد بيطلع خمس دقائق واحد على ثمان دقائق مثلا واحد على عشرة في ريزوليوشن منيح خلاص انتهى الموضوع ايزوكراتيك. اذا البيكات متداخله في بعض او قريبه على بعض او ريزوليوشن less than 1 تمام في او في انترفيرنسز نشتغل مين جريديانت. نرجع لمين للجريديانت. جريديانت تشتغل موبايل فيس A موبايل فيس B مثلا هذا بتحط فيه مي هذا بتحط فيه اسيت نايترايل او ميثانول. تبدا هاي اور هاي اكيوس لو اورجانيك يعني هاي بولر لو بولر صح. بتبلش المي بتقل هذاك بيزيد اوكي بحيث يصير عندك تدرج في البولاريتي. البولاريتي بنقيسها بايش بالمناسبه؟ شو وحده البولاريتي؟ شو قانون دايبول مومنت؟ حششت وياه دايبول مومنت كيو في ار تمام دبر حالك تمام. المهم برجع للموضوع اذا زي ما حكينا اذا نرجع اما ايزوكراتيك او جريديانت. جريديانت انه في عندك تو ديفرنت بوتلز كل بوتل فيها واحده فيها ميثانول واحده مي. تبدا المي عالي اورجانيك واطي المي تبلش تنزل الاورجانيك تبلش يعلى سبح لك عيني قدامك بفرجيك. هذا كله ثيورتيكالي تمام حسفرجيك عملي قدامك ماشي. الان اجزاء الجهاز الله يرضى عليك تحفظهم ركزوا معي ضروري جدا. في عندك اول قطعه هذا يعني بيعمل هيك هذا هو الديجازر. الديجازر شو وظيفته؟ بيشيل الاير بابلز من الموبايل فيس. هو عباره عن الترا سونيك مرات زمان كان يستعملوه في غاز الهيليوم هلا التكنيك القديم راح خلص هسه الديجازر. الترا ساوند ويف بدخل الموبايل فيس على الترا ساوند بلسنج تمام بتفجر اي اير بابل تطلع. فشو بصير السولفنت خالي من الاير بابل. طب ليش بدناش اير بابل؟ شو الاير بابل شو هي؟ نيتروجين اكسجين هيدروجين اي شيء هواء صح مزبوط. الهدول دائما لهم لا لهم ابزوربنس باليو في الاكسجين بلس باليو في تمام عشان هيك انا بدي اعمل تبيول. او اذا دخل على الكولوم صار في ايش في فراغات شايف كيف ها شوف كيف في اير بابلز. وشو بصير في عندك البيك ما رح تطلع منتظمه حتشفت البيك بدل ما تطلع على خمس دقائق هذا بياخرها او بيكسر شكل البيك بغير لك شكل ملك تيلنج بيعمل فرونتنج تمام ماشي. فالديجازر عارف شو وظيفته؟ بعد الديجازر مين في عندنا يا اخوان؟ في عندنا البمب ماشي اللي بتضخ ماشي. هاي البمب في منها نوعين في باينري وكواترنري اما بخطين او باربع خطوط. احنا كنا شفنا كواترنري كواترنري بمب اربع خطوط هي 1 2 3 4 يعني بتقدر تركب عليها اربع سولفنت مره واحده بالضبط. اجزاء البمب كله حاعطيك اياه بالبي دي اف في المشروع. اجزاء البمب عباره عن في عندنا البيستونز تمام البلانكرز ماشي وفي عندك الميكسر ماشي هيات. وهذا الميكسر شايفيته ولازم نكون عارفين نركز معك اللي بحكي لك اياه بشوفها في الامتحان انه شو الفرق بين الهاي برشر بامب واللو برشر بامب. موقع الميكسر موقع الميكسر قبل ما يدخل قبل ما يدخل السولفنت بخلط بعدين بدخل على البامب ولا بخلط بعدين بروح على ايش الى اخره. هاي الاشياء تكونوا عارفينها. دائما في عندنا ايش في عندنا البيستون في هذا البامب هيد. البامب هيد دائما في لها كمان شيء اسمه اللي هو تشيك ان وتشيك اوت الفالفات تمام. هنا غرف بتعبي واحنا بفضل واحنا بتعبي ماشي. بصير عندك ضخ
بعد البامب بينزل الموبايل فيل، بينزل لاين واحد. شوف كم لاين بالاخير كلهم انخلطوا، نزل مين؟ لاين واحد. على مين بده يروح هذا اللاين؟ بده يروح على الاوتو ساملر اللي هو المكان اللي بنحقن فيه، صح؟ الاوتو ساملر بينزل على زي ما حكينا تشيك فالف، اوكي او سوري 6 انجكشن بورد. هذا 6 انجكشن بورد، 6 انجكشن بورد عباره عن بورد فيه 6 ثقوب، واحده بدخل منها الموبايل فيز اللي جاي من البمب، واحده بدخل منها العينه حتسحبها النيدل، وواحده بصير عندك ايش؟ ميكسينج بين العينه والموبايل فيز بتروح على اللوب وبترجع من اللوب، وواحده بتروح ويست، وواحده اخر شيء بيطلع لاين واحد على مين؟ الموبايل فيز مخلوط مع العينه وماشي وين وصل؟ كولوم. والكولوم بيكون في كولوم اوفن، هذا الجهاز ما في كولوم اوفن، هسه بصير في كولوم اوفن. وصلت اجزاء الاوتو سامبلر، فالاوتو سامبلر وظيفته انجكشن. الانجكشن دائما يعتمد احنا شو بنحدد منه، بس انجكشن فوليوم، انجكشن فوليوم معك من 1 مايكرو، تمام؟ معك من 1 مايكرو لقديش؟ الى اللهم صل على سيدنا محمد، قول معي ل 100 مايكرو. اتش بي ال سي ماكسيمم 100 مايكرو، اكثر من هيك بصير عندك اوفرلود على الديتكتور، ماشي؟ بصير السيجنال كات اوف، ما بتطلع شارب، بتطلع مكسوسه هيك زي الجبل، ماشي؟ خلص الديتكتور اشبع، تمام؟ صار اوفرلود. فهي اجزاء مين؟ الانجكتور، تمام؟ انجكتور فيه النيدل، فيه ايضا ميكسر، ماشي؟ تمام؟ واخر شيء فيه 6 انجكشن بورد بيمشي بدخل على الكولوم. الان لعبتنا بالكولوم، الكولوم زي ما حكينا هو دائما ريفيرس فيز. شو يعني ريفيرس فيز؟ شو يعني ريفيرس فيز؟ يعني انه هو الكولوم نون بولر والموبايل فيز بولر. الان مشان تتذكر الكولومات حسب الابلكيشن تبعك، احنا بالعاده في عندنا ايش؟ انواع مختلفه. في الاطوال، شوف الكولوم شو بهمك، الكولوم بتاع حسب المسكه الكولوم شو ميزاته. ركز البارامتر تبعت الكولوم لما تحط قابل الكولوم. اول شيء الطول بهم، في 5 سم، في 10، في 15، في 25، في 30. اثنين الدايمتر، في 4.6 دايمتر، وفي عندك ان هذا انحف شايفيته في 2.3 نصه، ماشي؟ اوكي ماشي. فصار في عندك الطول والدايمتر. الباكنج ماتيريال الماده المعبيه السيليكا، احنا شو كنا نقول؟ SiO2، SiO2 بولر، فاذا مشينا عليها ميثانول هذوب. فشو عملوا؟ عملوا عليها موديفيكيشن. لما تقول C8 او C18 او C4 او سيانو او دايفينيل، انه السيليكا نفسها مش السيليكون المجموعه الرابعه، فهو تترا دنتيت. شو يعني تترا دنتيت؟ بيعمل اربع روابط، فبيعمل بوليمرايزيشن مع اسكوجين، مع اسكوجين من هون، صح؟ فالاسكوجين والاسكوجين اللي هون شو عملوا؟ كملوا البوليمر، صح؟ الاكسجين والاكسجين كملوا البوليمر. شو طلع عندك؟ ثنتين فاضيين. هلا ثنتين فاضيين شو بيعملوا؟ بيشبكوا عليهم سلسله طولها، اما 4 كربونات، 8 كربونات، 18 كربونه، او التكنيك الجديد قلعوا هذول حطوا محلهم دايفينيل حلقتين بنزين بزيد البولر، او بحطوا سلسله طويله 7 كربونات او 18 كربونه مشان يحسن السيبريشن. زي السكر بدنا امين كولوم، بحطوا على بزرعوا على السي 18 مجموعات امين، اوكي تمام، او مجموعات سيانو. شو السيانو؟ سيانو سيان بالضبط، ماشي. الان الايون كروماتوغرافي نفس الشيء فيه، بس مش سي 18، عباره عن ايش؟ عباره عن ريزن بوليمر على شحنه موجبه عكس شحنه مين؟ مركب قدام بدك اياه، اذا مركب نيجاتيف بدك شو تستعمل له؟ بالضبط عشان يمسكه، صح ولا لا؟ لانه لو نيجاتيف مع نيجاتيف بضل له 100%، تمام؟ فهي موضوع مين؟ السيبريشن، تمام؟ واهم شيء زي ما حكينا في عندك البارتيكل سايز تبع الكولوم، نسينا شغله مهمه جدا، البارتيكل سايز، البارتيكل سايز في عندنا 1.5 مايكرو، 3 مايكرو او 3.5، وفي 5 ماكسيمم 5. في اليو بي ال سي الجديد صرنا نستعمل ايش؟ كولوم صغير بس بارتيكل سايز ايش ماله؟ صغير كثير، فبدك بمب تتحمل، نسينا مهمه جدا. الاتش بي ال سي البمب العاديه البريشر تبعها لحد 43 ميجا، 43 ميجا، في اليو بي ال سي 90 ميجا، ماشي؟ 43 ميجا كم بي اس اي؟ ميجا باسكال حولها لبي اس اي، او ميجا باسكال حولها لمين؟ لبار. الثلاث وحده اللي استعملها في الاتش بي ال سي في البريشر بار باسكال، باسكال ايش كمان؟ بي اس اي. شو البي اس اي؟ شو البي اس اي؟ باسكال
بير سكوير. والله العظيم اذا واحد بيحكي دخلني فارس زيد كل واحد على مثله. باسكال بير سكوير. والله دخلني نقص كل واحد على مثله. انش انش انش. شو الاس اي يونت للبرشر؟ متر سكوير. باسكال للبرشر. باسكال او بار. صح؟ كل واحد باسكال كم بار؟ رقم نسينا. 715,000. تمام؟ تمام؟ 43 ميجا تعادل 430 ل 450 بي اس اي، ماشي؟ فالبرشر ضرر مهم جدا، فصار اذا عندك بارتكل سايز كثير صغيره بدك بامب قويه تدفع السولفر، صح؟ مزبوط؟ اوكي؟ طيب، فهون بنستعمل هاي برشر بامب لو بارتكل سايز، فبصير بدل ما بدك ران تايم، بدل ما بدك ران تايم نص ساعه، بصير ران تايم خمس، وبدل ما بدك كروم طويل بصير كروم بالضبط. ففرق اليو بي ال سي عن الاتش بي ال سي انه لو ريتنشن تايم، تمام، لو ران تايم، ماشي، هاي بريشر، وعندك الكروم بيكون شورتر. وحتى هاي الاشياء ضروري الاربعه تحفظوها. خلص موضوع الكروم، كل اللي بحكيه مكتوب في البي دي اف اللي حبعت لك اياه. نجي على مين؟ على الحج الديتكتور، لان الديتكتور هو كل كيمستري، تمام؟ ليش؟ لانه انت بتعتمد انه اختيارك للديتكتور على معرفتك في المركب اللي قدام ايديك. شو مركبي؟ يو في اكتف، تمام؟ ولا فلوريسنس، ولا بقدر اشوف بالفيزبل، ولا ريفراكتيف اندكس ديتكتور، ولا ايفابوريتيف لايت سكاترينج ديتكتور، ولا اينوكروماتوغرافي ديتكتور، ولا شو ظل عندك كمان ديتكتورات؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بس هذول اتش بي ال سي المين. وفي عندك الماس، ماشي؟ ال سي ام اس ام اس. ماشي، بداية متى بنروح لليو في؟ اليو في شو بتعمل بالمركب؟ اليو في شو بتعمل بالمركب؟ الاي ار شو بيعمل بالمركب؟ الفانكشنال جروب، نحدد الفانكشنال جروب. كيف؟ عن طريق السكتر بتطلع. كيف؟ عن طريق تحدد لي انه هو فلورسنس. شو دخل الاي ار؟ ما هو في رينج لل يا اخوان. الاي ار بحدد الفانكشن جروب بايس اور ديستريكشن، صح؟ هاي فارس، فارس خمس دقائق بس، يلا ماشي ماشي سلام. الاي ار بيعمل لك بول ديستريكش. شو يعني بول ديستريكش؟ ضغط وتكلفه، الفايبريشنال فايبريشن لاجنج ويستنج وات ايفر، صح؟ بتظهر البيك از ا سيجنال حسب شو هي او اتش ان اتش بلا بلا بلا، صح؟ بينما اليو في، اليو في يا اخوان عشان على السريع خلصوا الكود، بيعمل ايش؟ الكترون ترانزيشن، اكسايتد من جراوند ستيت لاكسايتد ستيت، من سيجما لسيجما ستار، او من باي لباي ستار، او من ان لباي ستار، حتى يكون اكتف لازم يكون في حلقه بنزين. ذكرتوا هاي المعلومات كنت بسمعوها بالمحاضره مش بتدري شو دينها. اليو في اصلا لسه ما اخذناه. هاي الاشياء كنت تتذكروا. لا هو موجود. ما حدا اخذ انسترو. كلكم معكم انسترو، مين بيعطوا فيها قاعد؟ دكتور تهبوط. طيب شو لسه ما وصلنا مصر؟ اذا سكر تهبوط، والله سكر. شو لك على منها؟ ماشي، شو منها على الكل؟ المهم ابو عديل مش بتشرح لي اول كلمه. المهم ايوه بنصرنا بنصر عند اليو في. بتطلع على الاستراكشر، اذا لازم يكون يو في اكتف، تمام شباب؟ اليو في دائما حنستعمل فيه لمبتين، اما الديتيريوم لامب او ايش؟ اللي هي تنجستون لامب في الفيزبل. هي تنجستون لامب شايفينها، وهي اليو في، هاي بنسميها فلو سيل. فلو سيل اللي هي حيمشي فيها المركب مشان ايش؟ يخبط في الضوء ويقراه. طبعا الابزوربرز يعتمد على قانون مين؟ بيرس لامبر لو. تمام. هلا سؤال صغير، اليو في اتش بي ال سي هو سيبراتيف، صح؟ شنو سيبراتيف؟ نفس المركب، تمام، بس هل هو سيلكتيف؟ ثواني شو يعني السيلكتيف؟ انتقائي. لا 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 افهمك شو. هلا في عندنا تكنيكس، في شيء سيلكتيف، وبالتالي هون موضوع السنسيتيفيتي. كيف بفرق انه والله الجهاز هذا هاي سنسيتيف وهذا مش سنسيتيف؟ الاتش بي ال سي بالعاده بنستعمله ماكسيموم حسب ها المركب 5 نانو 10 نانو نشوف فيه ديتكشن ليميت، كويس؟ الان الفكره اذا عندك مركبين بيطلعوا على ويف لينكس 254، تمام؟ واثنيناتهم على نفس الريتنشن تايم على 5 مينت. هذا
بيميز لك انه A و B بيفصلوا عن بعض ولا بيجمع لك البيكين في بيك واحدة؟ بيجمع لك. هذا سيلكتف ولا ما تسلكتف؟ سيلكتف. فأي اشي بيشوفهم كلهم مرة واحدة بطلع لك ام اس وان بيك هذا الزلمة بالضبط. احنا ما بنروح دائما على الماس سي ام اس ام اس هو السيلكتف، وبالتالي كل ما زادت السيلكتيفيتي شو بصير بالسنسيتيفيتي بالضبط. انت عم تنتقي من هدول بتجيب هالبنت بس، فانا ايش اختياري عالي فبالتالي السنسيتيفيتي تبعتك عالية. وضحت الفكرة؟ انواع الديتكتورات بشكل سريع، يو في تمام لازم يكون يو في اكتف، في كروموفور فانكشن جروب تنتج ايش بصير في اكسايتيشن ايميشن تمام اكسايتيشن سوري بس. عندك مين؟ الفلوريسنس. الفلوريسنس حتى يكون مركب فلوريس تمام يظهر في الظاهر له ظاهر في ايش في اللورية اقرب بين شو الفرق بين الفوسفوريسنس والفلوريسنس صح. الفوسفوريسنس انه الالكترون بيطلع من اكسايت ستيت من جراوند ستيت لاكسايت ستيت وهو نازل الاخ بيحب لا بده يروح ميل تمام فبروح على اكسايت ستيت ثاني بعدين بينزل. فهي التاخيره تمام في الزمن 10 قوي سالب 10 من الثانيه تمام تؤدي الى مين اختزال جزء من الطاقه وبالتالي في العتمه بضوي اوكي. بينما الفلوريسنس بيطلع بنزل مره واحده بس هو بيطلع من فايبريشن ستيت لمين لفايبريشن لروتيشن او روتيشن لفايبريشن وبنزل ماشي اوكي. حتى يكون فلوريسنس لازم يكون ريجيد كونجيجيتد سيستم. ريجيد كونجيجيتد سيستم اعطيني مثال على ريجيد كونجيجيتد سيستم وركب كلنا بنعرفه. الحبه البيضه اللي بنرميها في الحمام شو اسمه؟ نفتاليم. نفتاليم شو الاستراكشر تبعه؟ حلقة بنزين عليها اللي اختري كمان. لا حلقة بنزين عليها بي اي اتش حلقة احنا بنحكي ريجيد كونجيجيتد سيستم جنر ريجيد يعني فيوزد اروماتيك سبرينج حلقتين بنزين ملتحمات مفهوم اوكي. في عندك نفتالين انتراسين ايرانفرين هذول كلهم الحلقة تعلمتهم في شابتر 15 الاورجن تراجعهم مشان ايش الفلوريسنس تمام اوكي. فانت بهمك التحليليه شويه اورجانيك تمام انسترو باقي تيجي اوكي. المهم اذا هيدا الدكتور خلصنا هلا شو بدنا نعمل شباب؟ بدنا نشيل معين قدام مشان نطلع من التطبيق. هاي الاشياء ضروري تكون عارفينها. فهسا كل جهاز له سوفت وير. الشركات العالميه اربع شركات عالميه بتصنع الاتش بي ال سي مين هم؟ اجيلنت اجيلنت تمام الماني ماشي مع شويه الماني ثيرمو ووترز وشيماتسو. اجيلنت ثيرمو شيماتسو ومين الرابعه؟ ووترز ماشي اوكي. هاي السوفت وير هاي فتحنا ماشي اخر همك السوفت وير لانه روتين هتعلم وهتتعلمه يعني تك 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 مشي السيكونس مشي العين طلع البيك تحلل بس ماشي. بس انت وين الفكره زي ما حكيت لك انه شباب الان الشركات دائما بتدور على بتدور على ار اي شو يعني ار اي ريسيرش اسيستنت لا اناليتيكال ريسيرش. اناليتيكال ريسيرش واحد بيبني ميثودز فاهم شو هاي لما توصل لهي المرحله انه انت بس بتشوف المركب انا هسه اعطيني اي مركب بطلع 90% بعطيك الميثود تمام ليش خلص زقت شفت حالك لما شفت اشتغلت كويس. لما توصل لهي المرحله عد رواتب ماشي اوكي. فانا بدي افهم قريبا ان شاء الله ركز معي. نرجع كجهاز شو عندنا؟ اول شيء الانجكتور البامب فيلم اوفن ديتكتور. الان لما يخلص الريبورت بعطيك مين الريبورت تبعك وبرسم لك الرسمات تبعته لما الكروماتوجرام. الكروماتوجرام سفرجيكم اياه بشكل سريع. فخليني اشغل هنحط في هاي سولفنت هاي واحد 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 اوكي اون ماشي. اشتغل الجهاز زي ما حكينا ها انا شغال جريديان من اي وبي ماشي 90% اي 10% بي. بفتح البامب افرجيك الجريديان شوف البامب شايف بلشت عند صفر 10% بي ف 90% اي. بعديها اول 10 دقائق تمام يصير لحد 10 دقائق يصير 45% يعني بنزل اي وبرفع بي
لعند ال 20 دقيقه يصير 70 70 ال 24 يرجع انيشال. فلاحظ الرسمه تبعته. فما تخاف من الجهاز، اهم شيء لا تخاف من الجهاز. انت تصير عندك خوف راح تعلم شيء، اوكي تخرب عادي ما في مشكله، في مصلحين يصلحوا، اوكي. فشايف كيف هاي الاي نازل البي طالع، بعدين دائما ابدا نقطه البدايه لازم نفس النهايه مشان شو جاوبني. والله العظيم هسه اللي فازت اسمعك كم غياب عندك لازم الفاينل نفس الانيشال. ليش؟ عشان انت بده يكون الكولوم ستيبل. شن ستيبل؟ لان دحقن اكثر من حقنة. لا بتدحقن اكثر من حقنة، ولازم الحقنة الثانية تدخل على نفس الكونديشن تبعت الحقنة الاولى، فبدي نفس الريتنشن تايم. يعني انا بيك بتطلع 5 دقائق عند نسبة 10 بـ90، صح؟ لو كانت البداية مش 10 بـ90 مثلا، صارت مثلا 20 40 20 80، البيك ما حتطلع 5. مش نفس السيشنري فيز اللي جوا مش معبى بنفس الموبايل فيز اللي على الحقن اللي كان من قبل. فدائما في الجريديان فرق الايزوكراتيك انه ما بتغير الكومبوزيشن من اول الران لاخر الران، حيضل نفس الكومبوزيشن، بس بالجريديانت انت عم بتغير. فدائما النهايه يجب ان تكون نفس مشان الحقن اللي وراها تحقن على نفس الجروب بالضبط. فلو انت عم بتعيد نفس الانجكشن كيف بتعرف انه والله جهاز ريبيتابل اكيوريت بريسايز من هاي الاشياء. ففي علم فاليديشن، الفاليديشن ما راح تفتي محاضرة هون 5 ساعات ونص ماشي متواصلات، بس تأكل لك شو علمته 100%. فهون نصيحة، ترى هذا الاقتراح كان اقتراحي أنا، أنا قاعد مع قسم الطلاب وقلت لهم حرام اللي بيعملوه بالطلاب، ليش ماسك لي ذا تحليلي تحليلي معين فلانية لآخره. فأنا محدد له مثلا هاي سيكونس تيبل، أوكي، فمعطيه تيبل إنه احقن لي مثلا عين الأولى الثانية الثالثة الرابعة كم الى اخره، ماشي. بس هو شوي هذا ليستجمع القوى العقليه بعده، تمام؟ فهي اوكي، هلا بدي اعمل احط عين انجكشن قدامكم، انجكشن فوليوم 5. فاللي بدي انبهك له شو هو؟ انه اللهم صل على سيدنا محمد، في اي جهاز في عندك الباراميتر تبعت الميزر، شو هم اجزاء الجهاز؟ ديجازر، بامب، اوتو ساملر، كولوم اوفن، تمام؟ الديتكتور. ففي عندك اول شيء البامب، شو فيها اهم شيء؟ الفلوريت والكومبوزيشن تبع الموبايل فيز، ايزوكريتيك يا جريدي. الاوتو سامبلر شو بيهمني منه؟ الانجكشن فوليوم عالي ولا واطي مشان اوفرلود ولا مش اوفرلود، احسن سنسيتيفيتي ولا لا، تبلش تحرك الذراع مشان يشيل العينه ويحقنها، ماشي تمام. بعدين شو عندك؟ شوف طريق ايش عندنا؟ عندك مين؟ الديتكتور. الديتكتور شو بيهمني فيه؟ الويف لينك. شو الويف لينك؟ ممكن اشوف عليها المركبه بتاعي، مفهوم يا اخوان؟ تمام. هاي مشان العينه راحت الذراع عيني والله يشيل هذا مفصل في الوراء. لا جدا سريع هذا، سريع هذا، هو قاعد المحل بروح بغزها لازم تسحب منها. اوكي تمام. الجي سي طبعا اسرع، بس الران تايم للجي سي تمام. نرجعها اوكي، نطلع على الجهاز. اول ما حقن اعطى خط احمر ماشي، هاي الكروماتوغرام بلش يطلع ماشي، هاي هيك ماشي اوكي هياته تمام. فهدك تستنى، فانا خليني افرجيك كيف تطلعوا فرشكودات السريعه. خلاص اوقف؟ لا لا خليك شويه، هذا تقدروا تعلموه شباب. هذا شو اسمه؟ هذا شو اسمه؟ كروماتوغرام صح؟ تمام. الكروماتوغرام دائما على الاكس اكسس شو عندنا؟ التايم، وعلى الواي اكسس الانتنسيتي شده البيك كويس. يعني شو عندك كمان؟ اول بيكات بيطلعوا دائما، هذول شو نسميهم؟ النون ريتين، اللي هم ما بيمسكوش في الكولوم، ضلوا ساحبين طلعوا بسرعه. هاي بيك المركب، هاي بيك مركب تبعنا ماشي. في عندنا شيء كل واحد بنحدد لها انتجريشن، نعمل انتجريشن خذ الاريا هاي خذ الاريا هاي تمام. في الاخير تجي بالرياضيات كالكوليشن بالضبط الكيمياء، اخر شيء الريبورت تمام. بعدين شو عندك؟ اللي هو زي ما حكينا، هاي الانتنسيتي تعتمد على مين؟ على التركيز، ولا ما زال التركيز ولا ما زالت البيك، مفهوم؟ يعني طلع بيك هاي صغير هاي بيك كبير، بيك هاي تركيزها اقل من بيك، هاي وضحت الفكره تمام. طيب شو كمان عندك؟ هذا بنسميه كروماتوغرام، اللي بيشتغل على الجهاز شو بنسميه؟ كروماتوغرافر تمام. بعدين بيطلع عندك اريا، في عندك كالكوليشن اللي هم الاريا على الاريا، في الكونستريشن على الكونسين، او بتشتغل كالبريشن كيرف. والكالبريشن كيرف في منه نوعين، اما اكسترنال كالبريشن او انترنال كالبريشن، علموك اياها في الهيستوريكال فيرست صح؟
normalization, external calibration, internal calibration. صح؟ فتلت الترجمة دي. كل شغل الشركات عليها. افهمها. هو الدواء العالم area في الكونستريشن كونستريشن. متى بنروح calibration كيرف external أو internal؟ لما بندور على تركيز واطية residue. يعني عندي علبة كريم. تركيز اللي فلورنسين 19% ايش داعي عمل كالبريشن كيرف؟ خلص بحضر عينة بحضرها تطلع البيك، بحضر الستاندرد تطلع البيك، بعدين بقسم الاريا على الاريا في الكونسنتريشن على الكونسنتريشن ضرب 100 بعطيك تركيز العينة جاهز. ماشي كيف صار؟ ارجع كيف شفت القناة في الانسترو اول كم صفحة. ماشي؟ وعندك مين؟ اللي هو الكالبريشن كيرف. كالبريشن نوعين لين قول معي اكسترنال وانتر. شو الفرق بين الاكسترنال والانترنال؟ ما راح احكي، دور عليهم ضروري. حطيتك براكبتك دبر حالك بهذا الشيء. شو الفرق بين الاكسترنال كاليبريشن انترنال كاليبريشن نورماليزيشن وعندك مين سنجل بوينت كاليبريشن والاريا على الاريا في الكونستريشن على الكونسنت. حطيتك الصافي كل هذا حاطبعث لك اياه بالواتساب. ماشي، يعطيك العافيه. خلص.